هذا هو الطباخ الألماني الشهير أندرياس كوليك وفريقه الذي حاز على لقب طباخ العام، وهذه خلطة طبخه الخاصة المحضرة على أنغام الموسيقى الصاخبة. ولعي بالطبخ خصوصا على أنغام الموسيقى الصاخبة التي تعلو في خلفية المطبخ. بدأ أندرياس مشواره الفني في أحد مطاعم مدينة فرانكفورت وسط ألمانيا، وقد حاز بعدها بسنوات على لقب طباخ العام في ألمانيا، وقد قام مالكي المطعم الذي يعمل به بتقديم هدية تذكارية له بهذه المناسبة. أن ضغط العمل موجود دائما، وأنا بحاجة لهذا الضغط، فلا حاجة لإيجاد ضغط خارجي على فريق العمل، فأنا أعرف مستوى وإمكانية العمل. وصفة أندرياس السحرية هي استخدام الخضروات بشكل كبير لوجباته، وهو يقوم كل صباح باستلام توريدات المنتجات الطازجة ويحرص على نوعية هذه المنتجات، فهو من أحد أوائل الطباخين العالميين الذين قدموا للمرة الأولى وجبة الكورنيل النباتي مع الخضروات الطازجة والصلصة الخضراء، وهو طبق يتحدى التقاليد السائدة. أتساءل لماذا لا يمكن للزبائن الراغبين بغذاء مختلف من الحصول على نوعيات من أعلى المستويات؟ فهو تحدي من نوع خاص كونه يستهلك منا جهدا ووقتا أكبر، لكنه ممكن. عندما كنت صغيرا كانت لنا حديقة وكنا نزرع بها الفواكه والخضروات التي نستهلكها، وهذا ما عزز توجهاتي باستخدام الخضروات الطازجة، فلم يكون متاحا لنا منتجات غير معروفة أو حتى منكهات غريبة. ويعتبر أندرياس خبيرا بإعداد أطباق الأسماك البحرية، حيث يأخذ وقتا طويلا بتحضيرها، فهو أيضا صياد صبور أثناء وقت فراغه. تعجبني أسماك المياه العذبة، فلحومها طرية ورطبة ويمكن تناولها مملحة طرية أو بطبخها للنصف. يقع المطعم الذي يعمل به أندرياس في مدينة فرانكفورت، حيث يحوي على ديكور بسيط لكنه أنيق مع أجواء هادئة، لكنه على العكس في المطبخ، حيث موسيقى الروك الصاخبة التي تجعل أندرياس يبدع بتقديم أطباق تكاد تكون لوحة فنية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، عمل المساوي، برلين.